صباح الخير وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم. أرحب بكم من جديد عبر شاشتكم SBC. بالأمس كانت معكم زميلتي الافتراضية منى في برنامج عينك على مين، بس اليوم رجعت لكم أنا السلطان، واللي أكيد لازم تحاولون تعرفون مين أنا عشان تكسبوا معنا 15,000 ريال. ضيف اليوم وفنان ومنشد واسمه صار براند في مجاله وأعماله، محقق مشاهدات عالية جدا وأيضا تصريحاته مثيرة للجدل. ضيفي وضيفكم بعد لحظات هو باختصار بندر بن عوير. حيا الله ضيفنا العزيز بندر، يا مرحبا وحياكم الله اكيد مشاهدينا وحضورنا الكريم. بندر يا مرحبا فيك، الله يحييك يطول عمرك، يا مرحبا فيك. طبعا بعد الزحمه مبارك عليك الشهر يا حبيبي. الله يبارك فيك ويجعل ان شاء الله يرزقنا ان شاء الله فيه الصيام والقيام باذن الله. امين. يا مرحبا فيك. يا مرحبا محمد، ما شفتني في الاسياب في الاحتفالات، ترى انا كنت وراك يعني قبل شويه، بس يمكن هذه والله الكارثه والله، يعني ما لمحتني ابد. يمكن ما افطرت كويس يا بندر اليوم ولا شيء. قفلت سيد صالح انت؟ طيب شاك يعني باحد؟ لا والله باقي. انا كنت ورا على فكره سيد صالح، يعني عشان تكون في الصوره، واحتفلت معاكم وكل حاجه. لا ممكن وصلتك مقاطع بس ما كنت موجود. طيب انا بقول لك يا ابو محمد، تتوقع اني من نفس مجالك ولا واحد بعيد؟ والله ما ادري الى الان ما ميزت، تو احنا نقول بسم الله. طيب نقول بسم الله، بس قبل ما نبدا الاسئله والاتصالات والفقرات نبغى نقول يا هادي ونسمع شيء تختاره انت بصوتك المميز. اها كذا بديتنا. طبعا يلا توكلنا بالله. ولا ايش رايك ابو محمد تهديني تكفون اللي تشوفونه؟ ابي اشوف، احس انه وقتها الان هذه. تمام الامر والله. مهدا لي طبعا. تستاهل يا الخفي. ايه لانك تبغى تشوفني فقلت تكفون اللي تشوفون. ابرك الليالي مره. تفضل. بسم الله. تكفون يا اللي تشوفون ابي اشوف كيف شاهدته ولا سامع، خلوني يا حب خشمة والماس كفوف، لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة. الله عليك يا حبيبي. عليك يا حبيبي. يا حبيبي امتعتنا وبداية رائعة جدا ان شاء الله. اتوقع حنطرب الليلة معاك ان شاء الله. البداية الرائعة لما اعرفك بس. بتعرفني ان شاء الله وحاخذك بالاحضان كمان باذن الله يا رب. طيب ايش رايك يا بندر وايش رايكم جمهورنا الحاضر ومشاهدينا الكرام؟ نبدأ نتصل بعدد من الأشخاص اللي تواصلوا معنا من خلال الرسائل النصية على الأرقام اللي بتظهر دائم على الشاشة، ورح نسأل أكيد كل متصل سؤال عام، وإذا أجاب عليه بشكل صحيح راح يفوز معانا ب1500 ريال، وراح يكون وأيضا راح يكون له الفرصة في الكشف عن معلومة أو مؤشر عن هويتي أنا الحقيقية. وأيضا بإمكان كل المشاهدين طبعا من خلال مسح الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة يدخلوا صفحة البرنامج الإلكترونية ويتركوا أسماءهم وأرقام هواتفهم وتوقعهم لهويتي الشخصية. وبنهاية كل حلقة
الكمبيوتر راح يختار واحد منكم ويفوز ب 15,000 ريال سعودي كاش. يا الله بندر حبيبنا. يا مرحبا والله. راح تساعد المتصلين في أسئلة المعلومات العامة. أبرك الليالي. ترى أنا أعرف فزعاتك أنت تصريح ما في تلميح أبدا. إن شاء الله كلهم يفوزون إن شاء الله. ما يرجع خايب اليوم واحد. شوف التلميح نقبله طبعا، التصريح ترى بيورط المتصل ما بيفوز معنا. لا لا إن شاء الله نضبطهم. وترى بيكون في أسئلة عنك يعني. أبرك الليالي. ليش جاهز ناخذ اتصال؟ توكلنا بالله. طيب نقول مين معانا؟ واهلا وسهلا وكل عام بخير. ومين معانا؟ كل عام وانت بخير. مساء الخير. الله عبد العزيز القحطاني من الظهران. والنعم ابو اكرم. والله يا مرحبا، اهلا بك يا عبد العزيز. الله يا اخوي بندر، شلونك؟ بخير الله يسلمك، يا مرحبا فيك. منور ما شاء الله، منور. النور نورك، الله يجمل حالك. الله يحييك يا عبد العزيز، وتحيه كبيره لاهل الظهران. يستاهلون يستاهلون يستاهلون. كبيرة أتوقع عن بندر كمان. يا الله أي شرقاوي أنا مغرم فيه ما يحتاج. طبعا طبعا، الله يحييكم وكل عام وأنت بخير يا عبد. بارك التوفيق إن شاء الله. جاهزين؟ نقول بسم الله ونشوف معلوماتك العامة يا عبد العزيز. الله يعين. طيب بنساعدك بنساعدك، لا تخاف. ما تقصر في بندر. داخل يلا نقول. طيب نقول يا عبد العزيز، السؤال هو أي من هؤلاء الشعراء تعامل مع ضيفنا بندر بن عوير في قصائد عدة؟ الخيار الأول بندر بن سرور، الخيار الثاني علي بن حمد، الخيار الثالث طاهر زمخشري. علي بن حمري. يا سلام علي بن حمري. الله عليك يا كريم، ولا احتجت اي مساعده ولا اي حاجه. ما شاء الله. يا عبد العزيز ما شاء الله. لا متابعين بندر احنا. يا حبيبي يا حبيبي الله يديمك. والله يستاهل يستاهل. طبعا كل متصل بيجاوب صح على سؤال المعلومات العامه راح يختار سؤال من بين 10 اسئله، هذه الاسئله تتعلق بهويتي الحقيقيه انا. يا سلام، هويتك واضحه هويتك. وانا يحق لي طبعا فقط اني اجاوب بنعم او لا. الاسئله هي: السؤال الاول هل فزت بلقب احد البرامج الشعريه؟ السؤال الثاني هل انت من حكام برنامج للمواهب الشعريه؟ السؤال الثالث هل نظمت حفل توقيع كتاب او ديوان في معرض الرياض للكتاب؟ السؤال الرابع هل أنت حاضر على إنستغرام وتيك توك؟ السؤال الخامس هل مثلت سابقا؟ السؤال السادس هل كتبت كلمات أغنية لفنان سعودي شهير؟ السؤال السابع هل كتبت أغنية في مدح فريق كرة قدم؟ السؤال الثامن هل سنك أكثر من 50 عام؟ السؤال التاسع هل تجمعك صداقة بالشاعر فهد الشهراني؟ السؤال العاشر هل شاركت هذا العام في برنامج نخوة على قناة السعودية؟ رقم 5. إذا رقم 5 هل مثلت سابقا؟ الجواب هو لا، لم أمثل. شكرا لإتصالك يا عبد العزيز. بيض الله طبعا. بيض الله وجهك عبد العزيز. تعقدت الامور الحين. اي طبعا، ومهمتكم كبيره اليوم معانا يا بندر. يا الله يا رب احنا نكتشفك بس. الله يعينك الله يعينك. يلا. طيب تذكير لمشاهدينا الكرام بمسح الكيو ار كود الظاهر على الشاشه لفرصه الفوز بمبلغ 15,000 ريال في حال عرفتوا هويتي. حبيبنا بندر. يا مرحبا، يلا حيا. الحين عند فقرة أنا أحبها صراحة، من يوم قرأت الفقرة هذه حبيتها كثير. يا سلام. فقرتنا عنوانها تصحيح معلومات. يا سلام. بمعنى أنه أحيانا المعلومات الواردة في الإنترنت عن شخصية معينة تكون مغلوطة. وإحنا في عينك على مين؟ نحب نستفيد من وجود ضيوفنا ونستغل وجودهم معانا ونصحح المعلومات المكتوبة عنهم لو في داعي، أو نسوي لها تحديث
زي اللي مثلا كان اعزب وصار متزوج، يعني مثلك عارف يعني. هلا هلا. طيب المعلومة الأولى يا بندر، جاهز معنا؟ معك جاهز. طيب المعلومة الأولى اللي قرأناها، بندر بن عوير من مواليد 16 من شهر أوغست من عام 1991. المعلومة هذه محتاجة تصحيح يا بندر؟ لا لا صحيح. إذن المعلومة الأولى صحيحة. يا سلام. جميل. المعلومة الثانية، بدأ بندر مسيرته مع الإنشاد في العام 2011. معلومة صحيحة ولا تحتاج تصحيح؟ لا لا صحيحة. جميل. إلى الآن معلوماتنا كلها صحيحة. لا ما شاء الله. عن بندر. يا سلام. المعلومة الثالثة، المؤهل العلمي لبندر بن عوير بكالوريوس من جامعة الدمام، معلومة صحيحة ولا نصحح؟ صحيحة، علوم مالية بعد. جميل ما شاء الله. المعلومة الرابعة، حنستفيد منك أجل في الفلوس. عفا عليك زلة. طيب المعلومة الرابعة، في عام 2020 برز بشكل واضح في ساحة الفن الشعري، وقام بتقديم شيلة القدر جابك، والتي حازت على 22 مليون مشاهدة عند طرحها على قناته في اليوتيوب. المعلومة صحيحة ولا تحتاج تصحيح أو تحديد؟ لا تحتاج تصحيح. عاطينا التصحيح. يا سلام. التصحيح أن العمل اللي كان له بعد الله فضل يعني كان يا حسرتي وجودي، وكان يا سلام اي كان 2013 2014. يا سلام. اي والله دائما يعني يقول حسرتي وجودي هي البنت الباره يعني لبندر زي ما يقول دائما. نعم اي والله هي البنت الباره ما يحتاج. نحبها كثير ونحبك يا بندر. حبك ربي ونبي يا حبيب. طيب يا حبيبنا بندر ويا حبايبنا الحضور ويا مشاهدينا، نلتقي او نتلقى اتصال جديد ونقول يا هلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا والله وسهلا. حياك الله، ممكن نتعرف عليك ومن فين؟ هلا وسهلا، معك محمد الحصيني من القصيم. والنعم يا محمد، ويا أهلا بأهل القصيم. في مكاشيت برضو في رمضان في القصيم؟ شم؟ في مكاشيت وطلعات سحور وبر ولا الجو أكيد خلاص؟ أكيد أكيد، الشعبان ما شاء الله ماشية والأمطار ما شاء الله عندنا خير. ما شاء الله يعني الكاتم يتستس دائما. ها استاذ بندر الله يمسيك بالنور والله يحييك ويا مرحبا. يا هلا والله وسهلا، صبح عليك والله منورنا. الله يصبحك بالمسرات، الشرف لنا والله مشاهدتك يا حبيبي. والله اننا منور ومسعدنا والله بشوفك يا حبيبي. النور نورك ولا خلا ولا عدم والله. الله يحييك ويسهل لك الفوز ان شاء الله. بس هالتحية باذن الله ما نستغني. عفا عليك، وراك وراك لا تخاف مره. طيب ضيفنا العزيز جاهز للسؤال؟ جاهز بإذن الله. طيب نقول السؤال هو، أي منهن هي لاعبة كرة سلة سعودية؟ الخيار الأول ليلى زاهر، رانيا الشوقي، يسرى أبو الجدال. يلا يا حبيبنا. والله ايش رايك استاذ بندر؟ ها يا ابو محمد معلوماتك الرياضيه جيده. يقولون الثالثه ثابته. يتوقع انها يسرى ابو الجدايل. اذا يسرى ابو الجدايل. يا سلام مبروك. يا سلام الف مبروك. بغيت اجاوب عنك ترى. لا والله لا اعتقد معلوماتكم الرياضيه جيده، ويسرى ابو الجدايل كابتن سعوديه ومعروفه طبعا. يا سلام. طيب نقول اي سؤال تحب اني اجاوبك عليه من بين الاسئله العشره والمتعلقه بهويتي الحقيقيه؟ اختار رقم. ايش رايك استاذ بندر؟ اختار ولا اختار؟ اختار عادي يا سعده؟ عادي طبعا يا ابو محمد. اي ابد. ثمانيه. ابد ثمانيه. طيب رقم ثمانية، هل سنك أكثر من 50 عام؟ الجواب هو لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لاتصالك. حلو. لا حياك الله في رأ...
يا كبرتوني زيادة يا أبو محمد. لا في الحين صارت الخيارات في بالي كل ما لها تزيد، أبغاها تقل تزيد الحين. يا سلام يا سلام. يلا يلا إن شاء الله. معك وقت طويل، ما احنا مستعجلين يا ابو محمد. بنكشفك ان شاء الله، بنكشفك مره. جميل يا ابو محمد. يا رب. طيب شوف يا ابو محمد. اسلم يا سيدنا. الحين معنا ايضا فقره حلوه جدا ويحبها اي مذيع. يا سلام. فقره السؤال او فقره السؤال الاقل احراجا. حلو؟ حلو. طيب راح اطرح عليك سؤالين محرجين. وانت بكيفك تقرر اي سؤال منهم هو الاقل احراجا لك، بس ها تجاوب عليه. طيب تم. جاهز يا ابو محمد؟ تم جاهزي. طيب نقول السؤال الاول. اول شيء نبدأ بدعوه، نقول الله يبارك لك ويديم افراحك. اللهم امين يا حبيبي. بندر، كم مليون كلف حفل زواجك الضخم اللي اقيم قبل اشهر؟ او السؤال الثاني، بندر بن عوير يعتبر خيار أول للشعراء اللي يبغون ينشدوا قصائدهم، كم أجر بندر في السوق؟ اختار أحد السؤالين. خلنا على الثاني لأن ويختلف بعد، يعني تختلف، يعني تختلف الأرقام يعني؟ إيه تختلف. طيب لو نقول المتوسط يا بندر. والله شوف هي تفرق، هي هو ترى هذه شجاعة منك انك تقولها، احنا نبغاها. بالعكس وعدتنا تجاوب. اذا هي تخلو انت شراك نرجع للاول؟ لا 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 ما نرجع للاول، الاول وحنطرحه مالك مفر مني ترى. لكن احب الارقام مع انها ارقام كلها صراحة، لكن خلينا. هي تفرق انتاج او بدون انتاج، لكن جميل. اذا كانت يعني بيها خليها بدون انتاج، لان الاغلب يكون بدون انتاج تقريبا من 150 الى 200 الف. ما شاء الله. نعم. تبارك الله. اي نعم. اجل من قريش يا بندر. لا من قريب هذا. لا تطمع. لا لا من قريب لا تطمع مره. لا لا حنرجع انا وياك في سياره واحده بذبرك الليالي والله. خلني اكشفك بس. طيب يا بندر. يا حبيبي. طيب ناخذ اتصال جديد. ابرك الليالي خلنا ناخذ. نقول يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا ومن فين؟ كمال السليماني من منطقه تبوك. ونعم كمال ما عليك زود. جمال 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 كمال السليماني. كمال 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 والنعم توهتنا يا ابو محمد. يا هلا يا كمال زود. ويا هلا باهل تبوك الغاليين، واحلى تحيه لهم طبعا. يستاهلون. سالم وغالي. طيب سهلون. كمال انت جاهز معنا للسؤال؟ تفضل. طيب نقول السؤال هو، ما اسم مدرب الجواد الفائز بكأس السعودية في فبراير الماضي؟ الخيار الأول فايق حسن، فايز بن جريس، حمد الرشيد. الثالثة ثابتة. يلا تسمعنا يا كمال. الثالثة ثابتة يقولون الناس في الأمثال القديمة. حمد آل رشيد. يا سلام. حمد آل رشيد طبعا. سلام حمد آل رشيد. اي نعم حمد آل رشيد طبعا. وشكرا. ونقول على السؤال على طول اللي تحب اني اجاوبك عليه من بين الاسئله العشره والمتعلقه بهويتي الحقيقيه. اختار رقم يا حبيبنا كمال. والله اختار رقم 4 لانه قريب منك. طيب نشوف 4. والله ودي انك خليتها 3. طيب 4 يقول، هل انت حاضر على انستغرام وتيك توك؟ طيب الجواب هو نعم. ما شاء الله. شكرا لاتصالك يا كمال. واكيد نذكر بمسح الكيو ار كود الظاهر على الشاشه لفرصه الفوز بمبلغ 15000 ريال في حال عرفتوا هويتي. فاصل ونعود اليكم والى ضيفنا كريم بندر. يعينك على مين. خلكم قريب. يا هلا ورجعنا معاكم.
حياكم الله من جديد، عدنا معكم ونذكر أيضا بمسح الكيو آر كود الظاهر على الشاشة لفرصة الفوز بمبلغ 15,000 ريال في حال عرفتوا هويتي. يا سلام بندر. يا مرحبا. إيش رأيك تختار مشترك من الجمهور الحاضر في الاستديو معانا واللي مشرفنا اليوم عشان يشارك معانا؟ واحد بس؟ إيه. نظام البرنامج يا بندر، أنا عارف إن ودك تختارهم كلهم وهم يستاهلوا. هذا يبتسم لي من اليوم أبو ثوب ده. يلا يا صاحب الابتسامة الجميلة شرفنا. أهلا أهلا. أنت بتفوز ولا بتاخذ هدية ولا بتاخذ فلوس ولا؟ نبغى نفوز. حياك الله. عاد بعد الحلقة اخترتك لاني حسيت بتفق معك والله. لدينا اتفاقيات يا ابو محمد من الحين. طيب خلينا يا ابو محمد نتعرف على اسم الكريم يا حبيبي. انا عبد الاله الغامدي. ونعم. من الرياض. ونعم نعم يا عبد الاله. يا هلا وسهلا. مرحبا يا عبد الاله. طيب جاهز للسؤال يا عبد الاله؟ جاهز. جميل. السؤال هو عادي غشش صح؟ علمتك شروطنا يا بندر. أي أوكي أوكي, اوكي 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 اوكي. طيب نقول اي من اعمال ضيفنا بندر بن عوير هو الاقدم؟ الحق علي من حرم وصلك ولا يا صديقي؟ زبطنا عاد. يلا يا عبد الاله. من حرم وصلك. احسن. من حرم وصلك. يا سلام. يا سلام عليك يا عبد الاله، ما شاء الله ما يحتاج حتى مساعده ولا في تاشيرات. لا 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 نهائيا ما يمدي، الكرسي صغير اصلا مكفوط لا تخاف. زين انا ترى والله براقبك. لا لا بنكشف الفريق معايا يراقبك. لا 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 انتبه يا بنت. لا لا عفا عليك خلاص. طيب انا بسالك عبد الاله اي سؤال تحب اني اجاوبك عليه من بين الاسئله العشره والمتعلقه في هويتي انا. اختار معانا رقم. ستة. نقول ستة. هل كتبت كلمات أغنية لفنان سعودي شهير؟ طيب نقول الجواب هو يا عبد الإله نعم. ما شاء الله. شكرا طبعا يا عبد الإله. شكرا شكرا جزيلا. ضيفنا الغالي وحبيبنا الغالي بندر الحين الحين أنا أرتبك تراك لأن ضاق الخناق علي. يعني أنا اكتشفت الحين بديت أرتبك شوية. اكتشفت أنك شاعر صح؟ أكيد كتبت أغنية. جميل وحنشوف. لا تستعجل لا تستعجل. ترى شوف مو كل كتاب الأغنية، شوف في صناع أغنية وفي شعراء أغنية، يعني ترى الموضوع عميق جدا يا بندر وأنت يمكن عارف هذا الشيء. هو كثير كتبوا لكن صحيح. أنا ودي أسأل السؤال الأول والله عشان كلها حنجيها. اشبك مستعجل. حنجيها. طيب يا بندر الحين معانا فقرة كمان. يا سلام. فقرة اختبار شخصي لي. نعم الله. هو راح أطرح عليك مجموعة أسئلة مرة سهلة مرة غير محرجة إن شاء الله. زين أوكي. طيب إيش أكثر صفة تحبها في نفسك يا بندر؟ فيني؟ نعم. فيها ترى عادي انك تقول، ما يعتبر مدح للنفس يعني. قول صفة واحدة انت معجب امام نفسك لما تشوف نفسك في المراية. بجيب والله اني انا احب فيني الصفة هذه يا اخي. ايجابي والله. انك ايجابي. اي نعم. ومتفائل بعد. وانا اشهد. اي والله هديت راسك. طيب يا بني يا حبيبي ايش الحلم اللي لسه نفسك تحققه؟ الأحلام كثير من الزفرة ما شاء الله. اي والله كثير. تبارك الله يناولك اياها. بس ممكن احلم في مجالي. جميل. احلم ان شاء الله باذن الله نسوي حفلة ويكون حضورها قوي وفي موسم الرياض. يا سلام. باذن الله. وانت تستاهل يا بنت. ما هي بعيدة بعد ان شاء الله. قريب ان شاء الله. باذن الله. طيب ايش اكثر شيلة ما هي من شيلاتك يا بندر تحبها؟ والله الاعمال الدبلوماسيه ممنوعه. بدون دبلوماسيه بس الاعمال الحلوه. اعرف انه اصدقائك وزملائك يا بندر اعرف. فسمي لي واحده. أه
والله واجد. شوف انت لازم تسمي لان السؤال الجاي اقوى منه. فانت لازم تسمي يعني فخلك على هذه من الحين. احب يا وجودي حقت فهد من فصله واخوه من مطار الى مطار. يا سلام يستاهلون يستاهلون التحيه طبعا يستاهلون. طيب جيت لك للسؤال هذا اللي لازم تسمي كمان. يا سلام. اي منشد تحب صوته حيل 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 يا بندر لازم تسمي لي واحد. بسمي كل زملائك مبدعين كلهم مبدعين بسمي لك واحد وعتبان عليه بعد. عتبان عليه؟ عتبان عليه. عتب الاصدقاء الزعلانين عتب على بعض يعني؟ مو زعلان يعني في شيء شخصي بس زعلان انه ما جالس يشتغل على نفسه وهو مقصر تجاه نفسه يعني. اي والله مقصر في جانب نفسه ولا هو صوت جبار وعظيم احبه مره. متحمسين نعرف منه. محمد بن زميع. الله الله ممكن جميل. الاغلب ما يعرفه وهو اللي يخطى على نفسه واخطى علينا حتى احنا اللي نحبه. يستاهل وان شاء الله هذه رساله يسمعها اكيد انه يتابعنا محمد ان شاء الله ويعود لنا العوده القويه ان شاء الله باذن الله. طيب السؤال الاخير يا بندر. يا سلام. ايش اللي خسرته بسبب الشهره؟ والله الشهره الحمد لله اي شيء في الحياه في شيء ايجابي وفي شيء سلبي. اي شيء حتى لما تصير تاجر. خلينا ناخذ السلبي. طيب السلبي انك تخسر خصوصيتك تخسر يعني في حرمه من الحياه الخاصه نوعا ما مش 100% نوعا ما بس انا بالنسبه يعني انا كبندر احاول قد ما اقدر اني اقللها بشكل يعني لاني انا من الناس والناس مني فانا لما اطلع من بيتي ما احط في بالي اني معروف ازاول حياتي طبيعي لكن فيها بعض الاحيان ودك انك يعني ودك انك تقضي مشوار يعني في بعض المشاوير خاصه ما ودك تنعرف يعني بس هذا القصد والله ولا بابرك الليالي بالعكس احب الناس واحب اقابلهم والناس يحبونك اي والله. طيب ناخذ اتصال جديد ونقول اهلا وسهلا. يا سلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا يا حبيبي ومن فين؟ محمد من الرياض. يا هلا يا هلا يا ابو حميد الله يحييك كل عام انت بخير. الله يحفظك وانت طيب وصحة. اي شيء جاهز لاسئلتنا؟ ان شاء الله. كذا جلستك جلسة واحد مروق وجاهز ومعلوماته واثق منها. والله فزعتكم. خليك 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 على الثقة هذه. سحرت ولا باقي؟ قل له تسحرت ولا باقي؟ سحرت يا محمد زين لسه ولا لسه؟ لسه ما راح يجاوب ده. لسه لا حيجاوب حيجاوب معنا. طيب نقول السؤال هو ما المدرسة السعودية التي تأسست قبل توحيد المملكة ولا تزال تحتفظ باسمها حتى اليوم؟ معهد العاصمة النموذجي أم مدارس المملكة أم مدارس الفلاح؟ يلا يا محمد إيش المدرسة اللي تأسست؟ يا حول غش ترى. خمس ثواني يا محمد حتنتهي خلاص يا محمد. خلاص خلاص خلاص. يا انت قلت ثلاثة. اي قال ثلاثة. طيب تراك جاوبت في اخر لحظة نقول صح عليك ترى مدرسة الفلاح يا محمد. ما شاء الله. لا لا تركيزك عالي يا محمد ما شاء الله. فزت يا محمد افرح. مبروك يا محمد. مبروك. طيب يا محمد اختار احد الاسئلة العشرة اللي تتعلق في هويتي وتبغاني اجاوبك عليها. يا الله. عشرة. طيب سؤال عشرة هل شاركت هذا العام في برنامج نخوة على قناة السعودية؟ الجواب هو نعم. شكرا يا محمد. أبو محمد تحيرت والله. أبو محمد سم أنا ترى ضاق الخناق عليك كثير بس أني مبسوط أنك تحيرت الحمد لله. والله تحيرت لاني تمنيت اني نتابع نخوه والله. اجل ما تابعت حلقاته كلها. لا ما تابعته كامل. برنامج جميل طبعا اكيد وانساني وفيه الانسانيه عاليه جدا يعني ما شاء الله. عموما يا ابو محمد شوف
عندنا الحين فقرة عنوانها من عناوين أعمالك. جميلة هذه الفقرة. حلوة والله. أيوة. إيش الفقرة هذه يا أبو محمد؟ أسلم. أنا راجع أعمالك يعني، وأنا راجعها طبعاً لقيت عندك مكتبة ما شاء الله تبارك الله ضخمة. الحمد لله. لذلك قررت إني أسألك أسئلة، هذه الأسئلة تنطلق منها. مستعد؟ مستعد. يعني الأسئلة هذه تنطلق من عناوين أعمالك. يا سلام. وضحت الفكرة؟ وضحت. طيب عندك عمل اسمه مرت سنة. مرت سنة صار. نقول وش هو الشيء اللي مرت عليه سنوات وإلى الآن مو قادر تتخطاه يا بندر؟ وفاة أخوي. الله يغفر له ويغفر. اللهم آمين يا رب، ويغفر لجميع موتى المسلمين. آمين يا رب. طيب أنت حزنت، أنا معك على فكرة. الله يرحمه. بالعكس. نقول يا بندر عندك عمل أيضا، الله يغفر له طبعا، عندك عمل اسمه اعترف لي. صح. طيب أنت اللي قلت مو حنا. تم تم تم. سر. الله يستر. سر يا بندر ما يعرف الناس عنك، وعندك استعداد تعترف به الآن على الهواء. إيش هو؟ سر؟ نعم اعترف لي، هذا عملك وعنوانك. خليك شجاع يا بندر. المشكلة ما عندي أسرار، لكن ممكن أحب السفر. تحب السفر كثير يعني؟ هذا ما هو سر، كلنا نحب السفر يا أخي. طيب وش ما في سر يا صدق يعني؟ لا سر أنت تتحفظ عليه، ما تبغى حد يعرفه، وأنا الأوان أنه ولا تقول والله أنا عندي شجاعة الآن على الهواء أني أقول لكم هذا السر من الطفولة. طيب. من أي حقبة زمنية في في خطك الزمني في حياتك يا بندر؟ ممكن السر، ممكن أنا إنسان تفاصيلي شوي، دقيق جدا جدا، ويزعجك هذا الشيء إلى نوع ما. بالعكس أنا أشوفه حلو، بس إنه إذا أتعبني كثير أشوفه ما هو بزين. جميل، عشان كذا للحين ما عرفتني. إن شاء الله. لا بعرفك. أنا بعرفك إن شاء الله. أكيد بتعرفني، لكن الوقت معانا يا أبو محمد. لا بكتشفك إن شاء الله، بكتشفك معليش. بإذن الله وكل ثقة أكيد. بدأت الدائرة عادي، بدأت تتقلص. نعم 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 علي. طيب نقول يا بندر مسلم، عمل لك، وهذا يعود بنا إلى شيء تطرقت له قبل شوي، عملك الشهير اللي يقول ركبوني فوق طيارة. يا سلام. اعتبره صار. ما هي الوجهة اللي تتمنى السفر لها الآن؟ غمض عينك كذا وقول لي الوجهة بسرعة. لندن. قول أي وجهة، خارجي داخلي. لندن والله. أوه لندناوي بندر. أي والله أحبها. يا سلام. أي والله. طيب عملين. واحد اسمه نعاتب مين، والثاني طبطب. أي صحيح. متى تعاتب ومتى يطيب خاطرك وتطبطب؟ أعاتب إذا الشخص، أو خلنا نعيد صياغة السؤال، آسف يا أبو محمد. طيب إنه متى تعاتب ومتى تطبطب؟ مو بأي شخص أعاتبه، لكن أعاتب الشخص اللي أحبه جدا. أعاتب أحب اللي أحبه أكون أنا وياه متكاشفين يعني. عاتبك عنيف يا بندر؟ لا والله مو بعنيف. والله حنين انا. اي مبين في اعمالك. والله حنين. طيب متى تطبطب يا بندر؟ يا حنين سهل. اي والله. اطبطب اذا فاز الواحد. انا احتاجك تشرح لي. طيب الطبطبه مثلا انا فهمت من الطبطبه يعني، هو لان العمل هو طبطب على كتفي، فانا طبطب انك تاخذ بخاطر احد. متى ايوه اذا انت تقصدها بالمنظور هذا، اخذ بخاطر احد اذا فاتت فرصه في الحياه ولا خسر شيء، نشد بأزره والحياه ما وقفت مره. كلك حلاوه يا بندر. يا حبيبي الله يديمك. طيب يا بندر احد اعمالك من كتابه علي بن حمري، عنوانه أخيه. يا الله أخيه. متى بندر يستخدم لزمة أخيه؟ أنا عارف أنها تقال بهالطريقة صح؟
صح اخي. ايه اي والله، لانه فيها وجع وفيها زفره اعتقد. اذا ما اذا خذلت اذا خذلت من غالي تقول اخي اخي الف مره بعد. دائما الخذلان يا اخي عدو الناس، دائما اخيه من حب يجي فيه. اي والله يقل من قدر المحب ووقاره. السلام. من لا يرى في عشرتي مكسب الله فلا ما اشوف، انا ما اشوف في الزراده خساره. خساره. يا سلام يا فندم. يا حبيبي. طيب ناخذ اتصال جديد؟ توكلنا بالله. طيب يا هلا وسهلا. ولا تطول تكفى اطلع علينا. طيب جايك وباخذك بالاحضان كمان. يا حبيبي. طيب ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من معانا ومن فين؟ منى الحربي من المدينة المنورة. تعيدي الاسم ميار؟ منى الحربي. منى الحربي والنعم يا منى. تستاهل. جاهزة الأسئلة يا منى؟ جاهزة. طيب نقول السؤال هو يا منى. أيوة معك. أي مطرب سعودي شارك في مسرحية أو مسرحية منتهي بالتهليك والتي عرضت ضمن موسم الرياض الأخير؟ هل هو برهان أم عايض يوسف أم عبد العزيز المانع؟ هاي منى. هو سؤال المطرب السعودي اللي شارك في مسرحية منتهي بالتهليك في موسم الرياض الأخير، هو مطرب طبعا وشارك في التمثيل، وهنا عنصر المفاجأة يعني. هل هو برهان ولا عايض ولا عبد العزيز مانع؟ بسرعة يا منى الوقت. عايض. يا منى. غلط. الإجابة هي عبد العزيز مانع. صح. وأعتذر منك كثير يا منى. طبعا ونذكركم أيضا مشاهدينا بمسح الكيو آر كود الظاهر على الشاشة للفرصة بالفوز بمبلغ 15,000 ريال في حال عرفت هويتي. الحين فقرتنا يا بندر. تسلم. عنوانها اختار من فضلك. راح اسمي لك كل مرة عملين من اعمالك وتختار الاقرب الى قلبك. يا سلام. الحين المتصل بس نقطة، المتصل هو يشوفني؟ اي طبعا. طيب يا ليتنا اسلم. اوكي يلا. عشان تبدا بالتأشيرات. جميل. كويس انك ما عرفت الا الحين يا ابو محمد. يا اخي يستاهلون يا طبعا يستاهلون. الله الله يعوضها خير ان شاء الله. يلا. امين امين. وتبشر بالعوض. الله يعين بالله. طيب من اعمالك تختار الاقرب الى قلبك، بعطيك عملين. توكل بالله. من حرم وصلك او يا حسرتي يا وجودي. وبسرعه يا بندر لو سمحت، ورانا سمره انا وياك اليوم. يا حسرتي يا وجودي. جميل. الراس العنيد او دنيا الفلس؟ دنيا الفلس. جميل. لقيت روحي او انا العبد؟ لا لقيت روحي. جميل. مات الغرام ولا ليتك بجنبي؟ مات الغرام. يا سلام. انا المخطي او حالتي حاله؟ انا المخطي. يا سلام. ترى من خلال الإجابات هذه عرفنا أسرار عنك يعني. عبرك الليام. طيب ناخذ الحين آخر اتصال معنا الليلة وهو اتصال فيديو ونقول أهلا وسهلا. السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خير. من معنا يا حبيبي؟ من وين؟ وانت معك ربيع من الرياض. أهلا وسهلا بأستاذ ربيع. جاهز الأسئلة؟ شكلك رياضي ما شاء الله، يعني التركيز فل وعالي الآن. إن شاء الله. جاهز للسؤال؟ بإذن الله إن شاء الله. طيب السؤال هو أي من هؤلاء الفنانات شاركت في إحدى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض؟ وعد أم جوري قطان أم أروى السعودية؟ هاي ربيع الوقت يمشي ترى. تشوفني ولا ما تشوفني؟ واعد ولا جوري قطان ولا أروى السعودية؟ نور.
أروى السعودية. أروى السعودية. ما شاء الله على معلوماتك. شكرا لك يا ربيع. لو ما طيب ربيع، أي سؤال بتحب إني أجاوبك عليه من بين الأسئلة العشرة والمتعلقة بهويتي؟ اختر رقم. 7. 3. طيب رقم 3، هل نظمت حفل توقيع كتاب أو ديوان في معرض الرياض للكتاب؟ كثير شعار نظموا. الإجابة هي نعم. شكرا يا ربيع. طبعا نذكر مشاهدينا بأن هناك فرصة أخيرة لهم لمسح الكيو آر كود والظاهر على الشاشة والحصول على فرصة فوز بمبلغ 15,000 ريال في حال عرفتوا هويتي. فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد. يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مشاهدينا وحضورنا وضيفنا الغالي. الله يحييك. هاي ضيفنا الكريم، هاي بندر بن عوير. يا مرحبا والله. لازلت عطني مثلا ناس انت شاك فيهم مثلا. شعراء بشكل عام؟ لا هو شعراء، انت شاعر لانك جاوبت، انت كاتب اغنية. انت شاعر. قلت لك يعني يمكن من صناع الاغنية يعني. لا لا لا، ترى طيب. في صناع كثير للاغنية يقولوا ما احنا شعراء، احنا كتاب اغنية او صناع اغنية، فيمكن انا اكون واحد منهم يعني. صديق ها؟ شوف بقول لك، في خيار في راسي واحد. واحد فقط اللي شكيت فيه؟ معقولة؟ لأن في سؤال هو اللي خلاني. هل هو صديق للشاعر فهد الشهراني؟ تبغاني أجيب عليه يعني ولا هذا السؤال اللي شككك يعني؟ هذا السؤال اللي شككني. طيب تبغاني أنا أجاوبك ولا نرفع الستار ونشوف؟ ارفع الستار يا رجل، تعال عطنا وجهك يا اخوي. طيب ارفع الستار يا اخي. خلنا نشوف. سيجاره بندر. سعيد والله اني دريت انك ابو ساري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا اهلا بالغالي حبيبي يا اخوي الكبير. نور نور الدنيا يا متعلق، يا نجم، يا جميل. الله يطول عمرك كبير، هذا شرف كبير، سعادتي كبيرة كيف. الله يحييك. سم تفضل. شكرا شكرا شكرا. يا هلا وسهلا. يا حبيبي. هلا يا بندر. الله يحييك سلمك. هلا يا حضورنا الكريم. هلا يا مشاهدينا الكرام. أبو محمد، يعني معقولة ما خمنت من بدري؟ شوف الصدق صدق يعني، على الأقل اللكنة مخارج الحروف. أنا ترى على فكرة حاولت إني أجيب لك من لهجات المملكة، ما لاحظت هذا الشيء؟ شوف بعلم أسلوبك إيه؟ أعرفك كصديق أخ كبير يعني. ما أنت كنت مرة ما شاء الله تبارك الله رسمي. يعني هذه خبرة شعر الراية وكذا خلتني ضيعتني أنا. يا سلام. أيوة هذا اللي كنت أبغانه. أيوة والله. والله توقعت تصيدني على طول عموما، لكن بقول لك بندر، يعني أول شيء قبل كل شيء أحب يعني أقول لك ما شاء الله تبارك الله، وأقول لمشاهدينا الكرام وأقول لحضورنا أنه إحنا الآن الترند الأول في منصة إكس ما شاء الله في السعودية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. بن عوير عينك على مين؟ ويعني انت نجم كبير تستاهل طبعا. بعد راسي ابو ساري، وشرف كبير لي والله العظيم. الله يطول عمرك. قامه شعريه كبيره مثل سعيد بن مانع. الله يعزك. حاضرني. انا اللي اتشرف. الله ما برحمك ترى. على خشمي يبرك اللي انا افا عليك. طيب انا ابغاك تحكي لي يا بندر عن تجربتك هذه اللي انت خضتها الان في انه مذيع افتراضي قاعد يحاورك، ايش كان شعورك؟ ايش كنت تحس؟ والله هو شيء جديد غريب. محير احيانا. انت تسال ونسال وانا جالس افكر، يقول يا ربي من هو من هو من هو وديان. بس انها سبحان الله الرقمنه اللي احنا جالسين نعيشها
هو شيء حلو مو بشيء حلو نخاف يطلعون ريبورتات بعدين ما عاد نشتغل الحمد لله. طيب انت تشوف يا ابو محمد وكلامك صحيح، شوف هذه تجربتي انا وهذا شعوري، لكن تتخيل ها وانت مريح هنا اوف يا ابو سالم. شوف شوف تابعوا معنا، هذا ترى قبل لحظات على فكره، لا يغرك اللي طالع لك الان بثواب الان، هذا يعني تجربه انا بالنسبه لي يا ابو محمد كانك رامز. لا انا صدق دخلت الجو اني روبوت، يعني اني رجل آلي صراحه. الله يحييك. يعني حتى حركتي بديت من كثر ما دخلت الموت بديت انظر للفريق اللي معي اقول انتم يا البشريين. لا تجربه صراحه فريده. اي والله حلوه والله وجديده ويعني والله. ننتقل الله يطول عمرك. أيوة ننتقل من التكنولوجيا وهذا العالم الافتراضي. على فكره انا قد قلت يا صاحبي في العالم الافتراضي خليك هناك ولا تجيني ولا جيك، ذاك الفضاء ما شال هم الاراضي ولا جاذبيه تشغلك في مبادئ. الله الله الله. طيب احنا بننتقل من هذا العالم الافتراضي واقول لك يا صاحبي لا والله تعال عندي وبجي عندك على راسي والله، وننتقل الى الواقع الفني. سلام. وقبل الاسئله اكيد عارف ايش في خطرنا، خطر حضورنا مشاهدين نبي نسمع شيء منك. والله ابرك الليالي واسعدها والله. انت لا تتهمني بشيء وانا براي، من يشكك بحبي لك كذب وافترى، وين بتروح من ربي يا كسر ظهري، يا حياة الشقاوة ولا حياة الزرى. الله 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 يا حبيبي. الله الله. تعرف انه يعني شهادتي فيك مجروحه يا بندر صراحه. يا فديت راسك والله. ابو محمد احسك شوي كذا رسمي لكن جاهز للاسئله، يعني انا ودي اتكلم معك توك جايني حقيقي انت. طيب ابو محمد انت في السابق طالبت يعني بضروره تبني جهه لدعم الشيلات وتسويقها سواء بالفن الغنائي، هل طلبك استجيب او حسيت في بوادر؟ لا والله. او هل اساسا لا زلت تطالب هذا الطلب؟ ممكن ما وصلهم، خلينا نحسب الظن. اي عرفت؟ لكن ان شاء الله مستحيل احنا نجلس كذا يعني. مستحيل احنا نجلس في المهميه كذا، مستحيل. طيب يعني تعتقد انكم لا زلتوا يعني انت تعتقد ان الموضوع انه فريقين الموضوع؟ والله مو بعن فريقين بس أمانة مجالنا يبي له ترتيب. عرفت؟ بس احنا نبي واحد يعني ياخذنا ويرتبنا، ما بينتظرنا لين نترتب عشان هو ينعجب ويقول اوكي الحين صاروا جاهزين خلينا ندخل معاه. اي بس انا يعني انا اشوف يا بندر يعني انا يوم اقول لك فريقين اللي هي التصنيف غناء وشيلات، انتم في النهايه مطربين وفنانين يعني. نعم. ليه ما تاخذون الجاهز او خلينا نقول الصف الجاهز وتنضمون له اللي اساسا انتم تنتمون له يعني وبدون مطالبات انتم انضموا وقدموا والله وقدموا اعمال. بالعكس والله انا اشوف ان احنا واتكلم عن جهات ايضا يا بندر. انا اقول لك احنا انا اشوف ان احنا منضمين يعني وعدد منا كبير. بس الحمد لله الصوره النمطيه بس احنا الصوره النمطيه عند الجمهور ولا عند الجهة ولا عند المشاهد ولا عند الجمهور في صورة نمطية يعني خلاص عرفوك على هاللون ومجسدينك عليه. يعني تعتقد انكم انتم منفتحين على الاخر بس الجهات نفسها اللي قاعدة ترفضكم او تؤطركم في اطار معين او في جهة نعم معين؟ نعم. وما زلت اقوله وانا صادق يمكن مرت سنة أو سنتين على بعض الكلام لكن ما زلت أقول وعندي أمل ومتفائل وبيجي يوم أنها بتجي التفاتة ما هي بسهلة الشيلات وعالم الشيلات. نعم
يا اخي بالعكس يا اخي، اصلا حلو لما يكون عندي كوزارة الثقافة كهيئة الترفيه عندي الوان كثيرة. حلو، احنا ليش نخلي شغلنا كله بس يعني نقول بس غنائي؟ ليش ما يكون عندي شيلات؟ ليش ما يكون عندي كذا لون تتبنى وتترتب وتطلع ننقل هذه الثقافة للكل؟ هي كلها في النهاية شيء حلو وينسمع. صحيح. طيب هذا يقودني يا بندر إلى لو نرجع شوي في القريب، يعني أنه في حفلة أقمتوها في مسرح أبو بكر السالم. نعم صادق. بالاشتراك مع أمسية شعرية في نفس الوقت. هل هذا يعني أفهم منه أنه هذا هو الإطار اللي أنت تقصده، أو أنه فعلا المنشد ما يقدر يشيل ليلة الحالة زي ما يشيلها الفنان؟ بالعكس، مكنه ويشيلها لك، مكنه ويشيلها لك. أصلا مع احترامي احنا طفشنا من البلاي باك. انا تو بسألك عن البلاي باك صراحه. اي طفشنا. يعني ودك هذه شجاعه يعني. اي والله. منك يا بندر، مو من شيء، انا اعرف ان صوتك جميل وادري انك واثق في صوتك، لكن اغلب، وانت عارف هذا الشيء، نعم، موجودين في الساحه ما ادري هي تصنف الانشاديه او الشيلاتيه او الشيلات ايه مع البلاي باك. قصدك انه مع اللايف؟ الغالبيه ضد اللايف. يعني اساسا كيف بتقدم لي لايف وما في ادوات؟ ايش الادوات اللي بتقدمها لي؟ هذا اللي اقول لك، بالعكس اذا انت كنت متحفظ وما تبي تتعامل معنا، خلي اللايف يصفينا، خذ الصفو منا. يعني كانك تقول يحضر صاحب الشيله. نعم بفل. نعم. ادوات. وانا ممكن تقول وانا اتكلم عن ادوات فرقه الموسيقيه. نعم. والامور هذه، وتعتقد انه الغالبيه عندهم استطاعه انهم متاكد، مش الغالبيه ايه، لكن متاكد فوق نسبه ال 50% ان راح يبهرونك. مكنهم، انت تعرف الغنى اللايف مو واقف بس على انك صوت جميل، ويبغى لازم تكون مؤدي ناجح وفذ. صحيح. كبار الفنانين والاساتذه الى اليوم قبل حفلته عنده بروفه. صحيح. الى الان. انتم ما تعملون بروفات؟ احنا بلاي باك باقي. وطفشنا والله. مو مريح يا بندر يعني؟ حرك شفايفك. حتى شوف والله مو مريح، لانك انت تعرف قدراتك يعني. مو بعد تعرف قدراتك، انت ودك يكون بينك وبين الجمهور اتصال حي. يا سلام. الاتصال في اللايف فيه اتصال حي، خليه رجل ممكن انت تغني عمل لك بطريقه ثانيه لانك تسلطنت يا اخي مع جمهور عظيم يحبك يحفظك يسمع لك. اي والله. صح صح اتفق. من هو فنانك المفضل من الفنانين العرب؟ يعني غير سعودي. غير سعودي؟ يعني من الفنانين العرب. بهاء سلطان. السلام. اي والله. يعني بنسمع شيء البهاء؟ ما اتوقع. لا لا شوف يا بندر، احبه بس ما احنا سمعنا منك عده لهجات، واخر ما سمعت منك انا مثلا والجمهور مثلا على اللهجه العراقيه غنى بندر، ودنا نسمع شيء يحبه بندر من اي لهجه عربيه يعني. انا والله معك بس انا مصمم مثلا وش ماشي قبلي ما تتكلم. بها عظيم في كل حالاته واحبه انا جدا، لانه فنان حس عالي صراحه. فنان عظيم صراحه، استاذ يعني كبير ما يحتاج. طيب انا انت تهوجس كثير في فضل شاكر لما تمسك خطوط يعني عندنا معلومات كثير ترى. انا احب فضل واحبها وكلهم نفس المنزل عندي في. بس انك تغني اللي انا اقوله، هل يمنعك تعتقد انت في نفسك يا بندر انه ما انت كويس في اللهجات؟ لا والله كويس، احنا ودنا نسمع بس. ودي اني مستعد بس يعني حتى نفسيا يعني، بس للهجه انا احب المصريين واحب اهل مصر واقدر يعني. تخيل واحد يطلع يغني سعودي وما هو جايبها 100%، تقول ودك انه جلس على. صح صح. بس انا ليش انا مصر؟ لاني انا مسكت معك خطوط وسمعت يعني. يا حياه الروح يا اخي، عطني شوي من حياه الروح. انا قاعد تحملني ابو محمد، انا عارف يمكن ما انت مجهز الاشياء. طيب وصله بسيطه يا ابو محمد والجمهور يستاهل. قلبك يا حول الله بدل واتفاق.
الماضي كل شمت من قواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بعد الوقت فاضي كل شمت من قواه وانت كده راضي. سلامتك. يا الله والله جميل. شكرا والله مو عن شيء. والله جميل والله يا ابو ساري. يمكن لي شهر تعبان من صدري والله يمكن ما تشاليت الا اليوم. جالك ما ترى. اي والله الحمد لله. وودك الاغاني العظيمه اللي مثل هذه انها تعطى حقها يعني صراحه. بس والله انك جميل صراحه وديتها يعني ابو محمد. الله يطول عمرك. انا قبل شوي لما كنت في دور سلطان كان في 10 اسئله متعلقه بهويتي الحقيقي. يا سلام. يعني هذه العشرة اللي ساعدت الناس في معرفة أنا مين. الحين عندنا فقرة اللي فيها 10 أسئلة عنك ولازم تجاوب عليها بنعم أو لا وبس. طيب. وبعد كذا يعني راح نتكلم يمكن في سؤالين أو ثلاثة في تفصيل أكثر. طيب جاهز بندر؟ جاهز. طيب هل الإنشاد خلينا نشوفها سوا. طيب هل الإنشاد فن مختلف عن الشيلات؟ نعم. جميل. اثنين، هل الكثير من فناني الشيلات يسرقون ألحانا من أغنيات معروفة؟ مش الكثير. نعم أولا. لكن نعم. نعم. ثلاثة، هل الشيلات تتعرض لحملة من الوسط الفني خوفا من المنافسة؟ نعم. نعم. أربعة، هل صحيح أنه لولا البعد القبلي في الشيلات لما لقيت هذا الانتشار أو الشيلات لما لقيت هذا الانتشار؟ لا والله. لا. خمسة، هل رفضت يا بندر مبالغ مالية كبيرة من شعراء لأن نصوصهم لم تعجبك؟ نعم. نعم. ستة، هل الشعراء مدينون للشيلات بانتصار أو بانتشار قصائدهم؟ نعم. نعم. سبعة، هل الزمن الذهبي للشيلات شارف على الانتهاء؟ لا، شوفها بدأنا. جميل. ثمانية، هل تغار من تعاونات علي بن حمري الناجحة مع آخرين؟ بالعكس أنا ممكن ساهمت فيها. طيب نعم أو لا؟ لا لا، لأن بنرجع نناقش يا بندر. طيب تسعة، هل الفنان طلال سلامة مظلوم فنيا؟ كثير. نعم. عشرة، هل تجربتك في مسلسل استديو المشاهير لم تكن لائقة بك؟ لا. لا. جميل. طيب بالعودة للسؤال الثاني. يا سلام. قلت في إحدى مقابلات تلفزيونية أو إحدى لقاءاتك أنك لا تقبل إطلاقاً بما يقوم به البعض من استنساخ أغنيات معروفة. إيش سبب هذا الاستنساخ في نظرك؟ سبب أنه ما عندي شيء. فقر إبداعي يعني؟ نعم، ما عندي شيء هو. تقدر تعطينا أغاني معينة؟ ما بقول لك اسمها. أغاني سرقت؟ أعطني الأغنية. طيب عادي بنعرفها باللحن. والله ما في شيء في بالي الآن. لكن في أغاني سرقت نعم علنا وفي أعمال تحس أنها تسيء لكم يعني الجانب الإنشادي اللي قاعد يطالب بأشياء ويطالب ويطالب تحس أن هذا قاعد يأخركم ويخرب عليكم يعني؟ نعم إي بالله أخرونا وخربوا علينا كله. طيب نرجع للسؤال الثالث اللي انت جاوبت عليه بنعم اللي هو الشيلات تتعرض لحمله من الوسط الفني خوفا من المنافس. الشاعر خالد رافع قال من سنوات ان الشيلات دمرت الشعر. في عداء واضح بينكم وبين الوسط الغنائي وحتى ايضا بعض الشعراء. غيره ولا معهم حق؟ والله شوف
يا أخي ممكن في مطعم ما يعجبك، مو بشرط الناس كلها تأكل من هالأكل ولا من هالمطعم ولا يا أخي هذا رأيك ولك. أكيد إنك لما تصرح باسم الفن الشيلات أكيد إن هذا عداء صريح ما في كلام يعني ممكن إنك زعلان أحد كلمته ما رد عليك. إيش تتوقع أسباب هذا العداء يعني؟ هل هو فعلا زي ما قلت خوفا من المنافسة ولا عدم إيمانهم بما تقدم؟ مجال يا أبو ساري جعل عمرك طويل، ولأنه الجمهور اللي معنا في الاستديو مجال حظى بأرقام وبقاعدة وكان ولا زال موجود موجود إلى الآن. إحنا نروح وندعى ونحزم ونحضر ونحيي وكل يعني في عدة. أكيد في عدة من الوسط الفني. أكيد في عدة، هم كان بس يبون يحاولون يسوون فروقات، الان هم يبون يطلعوننا من الساحه كان من الساحة. او من المشهد. بس صعبه هذه، صعبه جدا جدا صعبه مره. طيب وبدري عليه. والله بدري عليه. طيب نرجع للسؤال او بالعوده للسؤال العاشر. هذا مهم السؤال العاشر اللي قلت لا فيه. تجربتك مع فايز المالكي وحسن عسيري في استديو المشاهير، يا ليت مخرجنا نشوف الفيديو. تتمنى يا ليت اشوف ولا بشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ نعم؟ شيء يكون ها؟ يا صلاتي الدنيا صلاتي الدنيا. كلكم ميتين ميتين لكن الله هو جمهوري كرهني. الله يجمعكم في كادر واحد وياخذكم من اول تيك. تسعين بالمئة من اللقطات هذه ما كانت في حلقتي انا. طيب بقول لك يعني بكل صراحه، هذا اعلان، اعلان عن المسلسل. يعني اللي يشوف هالاعلان بكل صراحه يعني، وانا اقول لك انقل لك يعني، اللي يشوف الاعلان حق المسلسل هذا ممكن يستغرب مشاركتك انت يا بندر فيه. تتفق؟ هي تجربة ومع قطبين من الفن السعودي، والإعلان أنا أول مرة أشوفه والله العظيم صراحة بكل أمانة، لكن الحلقة حقتي لا كانت بأسلوب جميل وحلوة، وهذا اللي شفته وحتى يوم شفته ما فيها أي شيء، لكن ممكن الإعلان فيه تعرف هو يبغى يروج يعني يبون يأكلون عيش الناس. طيب يعني بتكرر تجربة تمثيل إن حصل فرصة ولا باب وقفلتها تجربة واحدة؟ حلوة بس لما تكون في يعني لما يكون التجربة ثرية وثقيلة يعني مو من غير قصور في الاستديو المشاهير والمدى، هي حلقة وتروح أشياء زي كذا مستحيل يعني، بس لو إذا كان في شيء ثري وجميل وحلو ويرون فيني إني أقدر يعني لازلت منفتح يعني. بالعكس والله انا احب التمثيل واحب المسرح واحب في دمي. جميل جميل يا بندر. طيب عندنا فقره يا بندر اللي هي سؤال صحافي. في هالفقره كل يوم صحافي معروف يسال ضيوف البرنامج سؤال والضيف لازم يرد عليه بكل صراحه. ان شاء الله. اليوم اللي معنا الشاعر القدير والجميل فيصل العطاوي. ونعم راح يكون هو الصحافي وهو اللي بيطرح عليك سؤال من خلال اتصال هاتفي، ونقول مساء الخير يا فيصل. الله لا يصبحكم الا بالخير اول شيء. صباح الخير، اهلا وسهلا طال عمرك. حطيتوني صحافي وان شاء الله يعني انا دراستي اعلام بس انا ماني صحافي. الشاعر بالفطره دائما صحافي. اول شيء تقبل الله منا منكم صالح الاعمال. أنا بعيد عن الشاشة، أوكي، ولا أشوفكم إلا بعيون قلبي، هذا قبل كل شيء. أنا يوم دريت بالضيف بالمضيف قلت يا أخي لازم إني أطلع أخرب عليهم شوي هالليلة. يا حبيبي أحلى من أخرب والله يا فيصل. الليلة اللي مليانة حب وفن وجمال، أمسي على حبيبي وأخوي الغالي المذيع المتألق والشاعر الرائع سيد المانع. الله يمسيك بالعافية والأنوار يا حبيبي يا فيصل. وأمسي على قمر هالليلة بندر من عوير. والله يا بندر استاهل. أنت عارف إنه الشهادة فيك مجروحة.
الله يطول عمرك. انا والله العظيم ما ودي اخذ من وقتكم كثير، لكن انا من محبين صوت بندر واحساس بندر ونجاحات بندر وتجربته الجميله. اللي بقوله، احنا عرفنا بندر في مرحله مهمه جدا اللي هي مرحله الشيرات. طبعا هالمرحله مهمه وبايجابياتها وسلبياتها ولها فترتها ولها وقتها ولها ناس، تمام. لكن انتقال بندر من عالم الشيلات الى الاعمال الموسيقيه او الفنيه، ولو انها باستحياء، هذه خطوه انا اقدرها لك، لانك انت جريء في الاولى وجريء في الثانيه، وهذا شيء يحسب لك يا بندر. ونقله جميله في تجربتك. وانا انت عارف اني اكبر المؤيدين لك في هالمرحله، وتشرفت انه جمعني معك عمل اللي هو اخر اخبار. اخبار يا سلام. سلام. اي والله، وشرفته وجملته الشرف لي والله. وانا اشوف بندر، يعني انا بغض النظر عن كل شيء، والله العظيم اني ما تابعت الحلقه، بتابعها ان شاء الله. لكن انا اقول لكم، اذا في عندكم مقارنات ما بين الشيله والاغنيه، فهذه مرحله وذي مرحله، وذي لها ناسها وذي لها ناسها. لكن بندر بن عوير يعلم الله اني انا اشوفه فنان، اشوفه صوت، اذا يأيدني سعيد يعني تجرد من حوله انه اعلان طبعا الان بيقول لي انه صوت بندر المفروض انه نسمعه في اغاني موسيقيه واغاني واعمال، يعني هذا الحاصل يا فيصل. يمكن فرق مسميات المفروض انه نسمعه، يعني خلاص مرحله وعدت. بندر انا ضد انك ترجع لورا شوي، او انك لا ان شاء الله باذن الله. شوف فيصل، انا اتفق، معليش بندر، وانا اتفق معاك انه بندر عظيم، لكن اليوم فيصل عطاوي نبغى حسه الصحفي، ولو اننا مستمتعين جدا والله بمداخلتك وكلامك، لكن نبغى حسك الصحفي في ايش يقول من سؤال يا فيصل. وانا عارف ان عندك هذا الحس، يعني من خلال جلساتنا ومن خلال طرحك الدائم يعني والجميل. فودي اسمع منك السؤال اللي توجهه البندر يا فيصل. ايه طيب، السؤال اللي وجهه البندر، انا بندر انا حاب هذه النقله الجميله، انه بندر دائم جريء وجرأته في 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 تستاهل مكانة صوته ووجوده وحسه الفني، والحس أهم من كل شيء طبعا. فأنا هل ممكن أشوف البندر تعاونات قادمة مع ملحنين كبار ومع يعني جهات معنية كبيرة في عالم الفن، نشوف له على الأقل ألبوم أو ميني ألبوم يجمع أعمال فنية أكثر؟ لأني والله أني أشوف في هالمجال، وأني سويت معه تجربة، وأتمنى أني أتمنى معه في تجارب كثيرة وتكون فنية أغنية يا أكيد. شكرا يا فيصل. فيصل احنا والله لأن وقتنا ضيق، فشكرا، سؤال جميل وعميق، وأنا كنت على فكرة أنت كأنك خذيتها من الكروت اللي معي. نشكرك ونستمع لأبو محمد، وشكرا يا فيصل عطاوي شاعرنا القدير والجميل طبعا. فيصل عطاوي يقول متى سينتقل بندر بن عوير بشكل رسمي كذا بدون تلطيف مسميات وبدون غيره الفنان بندر بن عوير اللي أعماله الرسمية بتنزل بالتاريخ الفلاني، ألبوم الرسمي، ميني ألبوم. والله إن شاء الله. أول شيء نمسي على الشاعر الكبير القدير فيصل العطاوي، وشكرا على هالمداخلة، وكان بيني وبينه تعاون وكان جميل جدا، وفي قصة التعاون هذا بس إنها سرية، لأن لو قلناها صارت أمور واجد. لكن التعاملات والتعاونات أنا أقول على يدك فيصل، هو يدري فيصل كم مرة، ترى هذه إجابة وحرصت كثير عائمة. أوكي أنك تتعاون مع فيصل، مو مع فيصل. فيصل رابط قوي. جالس مع رسالة فيصل. نعم، وهو يدري يعني أنا يدري أني حريص، وأكثر من مرة سولفنا وقلنا ضب، هو يدري وأنا واثق أن فيصل لو لقى الفرصة ما راح يتأخر. يا سلام. إي والله، ويشرفني شرف كبير لي. طيب تسمح لنا يا ابو محمد نطلع فاصل؟ باذن الله. فاصل ونواصل الحديث مع ضيفنا بندر بن عوير، ونكتشف ايضا في النهايه عن الفائز معنا بجائزه ال 15000 ريال. يا هلا ويا مسهلا، عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقره الاخيره مع ضيفنا الغالي. الحين عندنا اتصال.
الأخير وياليت أنك أنت اللي تأخذ. إيش رأيك باب التنويع كذا في أوكي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا يا مرحبا. أهلا وسهلا. عرفنا باسمك الله يسلمك. محمد الخالدي. محمد الخالدي. ونعم يا محمد. يا هلا بك. يلا حيا يا محمد. عليك زود. السؤال الآن بتسمع من أخوي سعيد من مانع إن شاء الله. يا هلا يا محمد. أهلا وسهلا. الله يحييك طال عمرك. هلا هلا. جاهز السؤال؟ أنا ما جيت أشارك يا سعيد الله يمسيك بالخير. سم في مشاركة عندك؟ أقول أنا طلاب حق. مرحبا فيك الرجال اللي عندك. لا لا تقطعوا لا تقطعوا الاتصال. طلب مني مبلغ ومخلفه هي وادوره من فتره طويله ويتصدد وما قلت على الله اني القاه. انا لقيت لا شارك ولا اسلم. شرب الحق وبشر بالرضا. اتمنى مخرجنا ما تقطع الاتصال. اتمنى من الكنترول منه ما يسكر السماعه. لا لا ابشر ابشر. انت ايش اسمك يا ابوي؟ حق اسمي سمعته. اسمك عده عده يا ابوي. ايش عطنا اسمك. محمد الخالدي. ونعم يا محمد. ديرتك وين انت؟ ايش؟ ديرتك وين الله يحفظك؟ ما عليك من ديرتي، انا طلاب حق، انت نسيتني؟ طيب ايش تاكني يا اخوي في الشرطه ولا في المحكمه؟ لا اشتكيك تتعود علي في طلبات. لا لا ابد ما في طلبات. لا الحق حق يا بندر. اذا الرجال يا رجل شرب السعد. ما اذكر والله استغفر الله ما ودي احلف. يمكن والله ما عمري في حياتي تسلفت. جيتك في الزواج وقلت انت لا جاتني بعوناتك وجهي لا سددك. لا لا اجعل امك. ابشر ابشر بالخير يا محمد. انت ما عرفت السؤال ما عرفت الصوت ما قدرت تجيبه شيء. شب يا بندر. والله هذا ابو ذئب. القبائل مسيرة. القبائل مسيرة واحدة. يا هلا يا هلا ابو ذئب حياك الله طال عمرك. طبعا الفنان عبيد ابو ذئب الله يحييك. انت لو بديت بالقبائل مسيرة واحدة كان. يا مرحبا يا عبيد. سيد بالنور طال عمرك. طبعا الفنان الجميل عبيد بن ذيب شبل الدواسر الله يحييك طال عمرك. ونعم ونعم مبروك الليال يا ابو ذيب. انا سعيد بمشاركتي معكم يا حبيبي. ابو محمد خير مني مستنى في هذا المجال. الله يسلمك يا حبيب اخو. مزيدا من النجاح وفاله التوفيق يا رب العالمين. الله يبيض ويجيكم. جالك تسلم. ومعي اخوي الشاعر مرهف القمري. ونعم ونعم اذا وقتكم يسمح حاب يسلم عليكم. حياك الله. ونعم. مسيتوا بالخير يا ابو ساري. يا هلا يا مرهب الشاعر الكبير مرهب البقمي الله يحييك. نعم الله يطول عمرك. مرحبا بالسلامة طال عمرك. مسي ابو محمد بالخير. الله يمسيك بالخير ابو فيصل. الله منكم صالح الاعمال. الله يسمع منك. الله يحييك. وخلي يجيب ابو ساري بيوتي اللي سويتها فيه اذا انه كفو يجيب. يا ليت والله ان وقتنا ضيق يا مرهب حتى الاتصال ودنا ناخذ منك انت لكن طلبها منه طلبها منه. سم 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 طال عمرك. الف شكر لك والفنان القدير بعد يستاهلون. حياك الله. الحين ابو محمد مع فقره ايش اللي يطلبنا على الهواء؟ توقعت والله على طول تجيب صوته. والله يعني العظيم ما قدر. هو ترى قاعد يغير صوته على فكره يعني قاعد. لا بعدين دخل هو لو قال غير الفلوس كان بمشي. احتمي داري انا ما عندي. عموما يا ابو محمد الحين عندنا فقره. سلام. احنا بغينا نمازحك فقط ونمازحك في يعني الناس من احب الناس ما يحتاج احب الناس والله على ابو ذيب ولا ابو فيصل يستاهلون. الحين احنا مع فقرة الـ AI واللي عنوانها سؤال خاص جدا. زين؟ يعني بندر بن عوير كبر بواسطة الذكاء الاصطناعي وده يطرح عليك سؤال. لا تنصدم راح نشوفه ونسمعه وتجاوب عليه فورا. طيب. متابع؟ هلا بندر وش حالك؟ أنا أكبر منك بعشرين سنة والحين ابتعدت كلياً عن الشيلات والغناء وصرت متفرغ لكتابك القصايد. برايك وش السبب؟ عجبتك وش حالك صح؟ طيب أنت سمعت السؤال؟ يقول أكبر منك بعشرين سنة الآن اللي هو بندر بن عوير. حلو. ويقول أنه بطل أو ابتعد كلياً عن الشيلات والغناء وصار يكتب شعر. مو بندر بن عوير. لا تفكر ليه يعني وش السبب؟ ما كذا غمض عينك يا بندر و...
وفكر ليه السبب هذا اللي خلاه يبتعد ويكتب الشعر. ما راح يبعدك الا ظرف قوي والحمد لله، لكن اذا على انا نفسي صدقني ما يبعدني من هالمجال الا اني غفر الله له. بعد عمر طويل ان شاء الله يا رب. بعد عمر طويل وعمرك وعمر ان شاء الله تحقق احلامك كلها يا ابو محمد. الله يرضى. انا احبه يا سيد، احب مجالي مره مره احبه، وما نبي نعيد يعني كلام. الاخلاص للمجال ترى هذا يعني يعتبر من النوادر، خصوصا في مجال الشعر والشيلات. والله انت عارف في اهداف معينه مجرد يحققها الواحد والله احبه جدا، ما عاد في ذاك الشغف اللي. بالعكس والله، والله العظيم اني يمكن اكثر من قبل. ما شاء الله. اي والله. اتمنى لك التوفيق. الله يجعلك طويل. الله يسمع منك يا حبيبي. الحين ابو محمد الله يعطيك العافيه، اللحظه المنتظره الروح لها اللي كلنا ننتظرها طبعا، واللي هي نعرف من خلالها الفائز ب 15,000 ريال. تفضلوا اعطونا الفائز. ما شاء الله تبارك الله. يا ترى من هو الفائز؟ من هو سعيد او سعيدة الحظ؟ ما شاء الله. ومن وين؟ من اي مدينة؟ يا رب انها تروح من يستحقها. ومن اللي عرف هويتي؟ انا ما عرفتك. طيب حلو. 966 هذا من السعودية. ألف 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 مبروك. 417 أعطيني الاسم. سامي. سامي كلابي. يا مرحبا يا سامي، ألف ألف مبروك. ما شاء الله تبارك الله. جل بالعافية. إذا ألف مبروك يا سامي، فوزك بتوقعك الصحيح ودخولك وفوزك ب 15,000 ريال. شوف المفروض تفرح اكثر مني، لان هذا محب لك مره، اللي يكشفك من اسلوبك. هذا محب، هذا من جمهور لهالدرجه يعني. نعم. اي والله يستاهل. يستاهل طبعا سامي، ويستاهلون الجميع ان شاء الله يفسرون بالعوض. يعني ترى العدد مهول ما شاء الله تبارك الله، اللي شاركوا معنا بشكل عام في البرنامج يعني الله. وعدد اللي عرفوني، مع اني توقعت يعني ما بيعرفوني كثير، لكن ما شاء الله تبارك الله. لا ما شاء الله متابعينا ترى ومحبينك واجد. الله يحبك. هم يعرفون ابتسامك، ما يعرفون اسلوبك. الله يطول عمرك يا حبيبي. طبعا نشكر يعني مشاهدينا اللي هم سبب كبير في انهم جعلونا الترند الاول في المملكه العربيه السعوديه الى الان في منصه اكس. ما شاء الله تبارك الله. والله يعطيك العافيه. والله يعطيك العافيه ابو ساري، وانا سعيد والله اني صادق، وان شاء الله ان لقائنا هذا كان خفيف وحلو وممتع لهم باذن الله. بندر بن عوير شكرا، نورت المكان والشاشة. عفوا يا حبيبي، الله يطول عمرك. مشاهدينا شكرا لكم على متابعتكم وتفاعلكم مع هاشتاج البرنامج، وغدا لقاء جديد لكم مع سلطان جديد او منى جديده. وعينك على مين؟ في امان الله ورمضان كريم.